هذا اللقاء اليوم يتزامن مع الذكرى 49 لإعلان الوحدة الوطنية، اللي هي من المناسبات الهامة في تاريخ الثورة الصحراوية، ويدرس موضوع الثروات الصحراوية وقرار المحكمة الأوروبية اللي كان انتصار تاريخي رد على كل الادعاءات المغربية، وثبت أيضا أنه ما يقوم به النظام المغربي محاولة استشارة وإظهار. المحكمة أكدت أنه أولئك مستوطنين وليسوا هم السكان الأصليين، وبالتالي لا تأثير لهم، والموقف يجب أن ينبع من الشعب الصحراوي. وأكدت أيضا أن الجبهة الشعبية الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وأن هي الطرف الأساسي في مسلسل الأمم المتحدة، والقرار هذا ملزم لأنه ليس مثل قرارات بعض الهيئات الأخرى، هو ملزم لكل الدول، واستند على القانون الدولي لاتخاذ هذه القرارات، هو مكسب حقيقي. وبالتالي نرى يوم أمس خطاب ملك المغرب أنه كله كان محاولة الحد من تأثير هذا القرار، لأنه خطابه كله كان حول القضية الصحراوية، ويظهر أنه هم متقدمون وأنهم لهم السيادة وأنهم معهم العالم. ولكن القرار للمحكمة كان واضح أنه من يقر في مصير القضية الصحراوية هو الشعب الصحراوي، وبالتالي هو مكسب. والآن تبقى كيف نستثمر هذا القرار مستقبلا في مختلف المجالات. حدث هام وتوحيد كل القوى الوطنية في الصحراء الغربية لبلوغ الغاية اللي يطمع إليها، اللي هو الكرامة والحرية والعدالة في الصحراء الغربية. هذا هو لقاء مهم بين الإخوة الصحراويين، هناك أساتذة وباحثين جزائريين، بالإضافة إلى إطارات من مختلف القطاعات شاركوا وساهموا في هذا اللقاء. النقاط المهمة هو أولا تعريف من هو الظالم ومن هو المظلوم ومن هو القاضي. علينا أن نعرف موقع ومكان كل واحد، المهام تاع كل واحد، باش نقدروا نعرفوا أين الحق. إذا كان القانون موجود هناك فاعلين، علينا أن نلقي الأضواء على دورهم باش المظلوم يدي حقه، وباش كل إنسان يكون مع السواء مع القانون. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.